تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح يكون أول درس لبرنامج بريمير برو. نفتح برنامج بريمير برو للعالم الشهر النسخ، يكون موجود في الكرياتيف كلاود تبع أدوبي. في حال ما لقيناه نحن أو كنا ما نشرين النسخة بعد ما نزلناه، ففينا من البحث ندور عليه يطلع معنا. نكتب هون بريمير بيطلع معنا فورا بالبحث. تمام، فنعطيه أوبن. جرب ما نعطيه أوبن، بلاش بفتح بلش بيفتح التطبيق. يفتح معنا بهالواجهة، هاي واجهة البريمير برو نفسها، واجهة مشروع جديد أو فتح مشروع قديم. نفس مبدأ برامج أدوبي. تمام، في عنا هون تحت شغلات للتيم ما لنا فيها حاليا نحن، وهون بطلع عنا المشاريع القديمة اللي نحن عاملين. إذا نحن عاملين أي مشروع قديم بدنا نرجع نفتحه. نفس مبدأ برامج أدوبي تبعت ال 2D، فوتوشوب، الإلستريتور، إنديزاين. بطلع معنا آخر مشاريع اللي اشتغلنا عليها، يعطينا من إيمتى آخر مرة اشتغلنا عليها وشو البرنامج اللي اشتغلنا عليها. بقول لك إني مثلا الكوبي الاسم تبعه آخر مرة اشتغلنا عليه من 4 شهور، حجمه 32 كيلو بايت، واشتغلنا على أو الامتداد تبعه اشتغلنا على بريمير برو بروجكت، مشروع بريمير برو. تمام، طيب زين، عندنا نيو بروجكت. ده معنا هالواجهة هاي بهالشكل هاد. أول شغلة بقول لي هون شو اسمه التطبيق، عفوا المشروع تبعك انت شو بدك تسميه؟ رح تسميه مثلا تدريب رقم 1. وين بدك تحفظه انت؟ كتير مهم بالفيديوهات، كتير كتير مهم بالفيديوهات، كتير 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 مهم بالفيديوهات ان نحن نحفظ كل ملفات المشروع في مكان واحد. كتير مهم الموضوع، وبالأخص بالبريمير برو. يعني ممكن يكون شوي أخف بالأفتر إفكت، لكن بالبريمير برو لازم نحن نحفظ المشروع كله، كل شيء أدوات وملحقات له بمجلد واحد. نحن جينا عملنا مجلد تدريبات بريمير برو، بعد دخلنا عليه كمان عملنا نعمل مشروع جديد كمان، عفوا مجلد جديد، تدريب رقم 1. الحين قلنا له حفظنا المشروع في ديسكتوب يوزر، ديسكتوب كورس تصميم تدريبات بريمير برو تدريب رقم 1. فنحن عملنا مجلد نحفظ فيه ملفات المشروع وكل شيء اضافات نحن كمان عم نضيفها على المشروع. تمام، تاني شغلة هون بيعطينا هو لقطات فينا نحن نستعملها إذا بدنا للتدريب لهي اللقطات. هاي بتجي وقت بيكون شارين النسخة، طبعا تكون نسخة مكركة غالبا ما بتطلع على ما أظن الفيديوهات هاي. فنحن عنا لقطات ممكن نحن نستعملها، فبنقول له ضيف لي إياها اللقطات هاي على المشروع تبعي إذا بدنا. بس يفضل إن نحن نضيفها من وين؟ نضيفها من جوا. تمام، في عنا هون على جنب شيء اسمه create a new sequence، نوقفها حاليا. تمام، حاليا ما تبقى. تمام، نقول له create السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي اسألك، انا عندي بريمير برو بس القديم ال 19، تفرق عن هاي؟ تفرق والله، 19 عن 23 صار فيه شوية تعديلات كبيرة. خلاص بعد الكلاس ان شاء الله ما بنزله. لا المبدأ واحد، تمام، المبدأ تبعه واحد، بس الإضافات اللي انضافت على 23 او 22
كبيرة كتير بالنسبة لل 19، فصار في كتير أها. تحسينات. تمام، بس المبدأ واحد، يعني إذا أنت بدك تتدرب على 19 فما في مشكلة، بس الشغلات خلص تمام. التحسينات اللي صارت فيه بتساعدك أكثر، بتسهل عليك أكثر، فيه شغلات إضافات حلوة. فيعني مبدأ واحد، مثل البرامج اللي قبل، مبدأ واحد فوتوشوب، مبدأ واحد الإليستريتور، مبدأ واحد. فنحن بنحسن نتعلم على نسخ قديمة، بس في إضافات تحسينات صارت عليهم. تمام، خلاص تمام، بس ارجع لهذا وبنزل تمام. أنت شاري النسخ الجديد. ولا لا؟ لا تمام، يفضل تشترون النسخ أنتم إذا في إمكانية إنك تشترون، هو سعرهم هو المبلغ الكبير. خلاص تمام، ان شاء الله استاذ. يعني في تركيا مثلا سعر النسخ كلها بالشهر تقريبا 8 دولار، مو هالمبلغ الكتير كبير إنه واحد يشتري النسخ ويمشي عليهم، عرفت شلون؟ تمام التمام. هيك أحسن وأضمن الأجهزة، حتى لا تكون من ناحية إني برامج مكركة أو شيء. فبيفتح معنا المشروع بهالشكل هذا، مو بهالشكل هيك. ليش؟ لأنه نفس المبدأ نحن حكينا إن إحنا عنا واجهات هون، نختار منها نحن شو بدنا نعمل. فنقول له مثلا إني الأسست العادي الطبيعي الكلاسيك، بفتح معنا بالترتيب هاد. تيجي نقلنا له لا، أنا بدي، أنا المشروع تبعي مختص بالكلر، بالألوان، ألوان فيديوهات. فبيفتح لي واجهة تانية، طبعا في هون واجهة زيادة كمان. لا، قلت له أنا مختص بالإديتينج، بالتعديل. ما في واجهة هون، يا نعمل ريست لاي. تمام، أنا مختص بالإديتينج، فطلع لي هيك شكل الواجهة. هذا الموضوع ترتيبهم خصوصا هون على عكس الفوتوشوب، على عكس البقية اللي هو الموضوع كان يعني ما راح يفرق كتير، على عكسهم هون بالبريمير بيفرق. ليش بيفرق؟ لأنه الترتيب بالنسبة إلك، ترتيب الواجهات والعناصر الموجودة هون بيفرق حسب أنت شو بدك تشتغل وكيف بدك تشتغل، يعني شو اللي بيريحك. في عالم مثلا، هو غالبا العالم بتشتغل بالفيديوهات تشتغل على شاشتين، في عالم بتحب تخلي التايم لاين طويل، هلا بنعرف ليش. في عالم بتحب الفيديو نفسه يكون طويل محل ما بيطلع الفيديو نفسه هون مثلا. في عالم بتحب ان الافكت كنترول تكون كبيرة او صغيرة، بحيث انه يتحكم بالافكت كنترول، السيت اب والبوزيشن سكيل، هالقصص هدول كلها يتحكم فيها بشكل اريح. موضوع تفضيلي بحت، ما حدا بيقول لك ليش هيك عامل او ليش هيك عامل. انت شلون بتريحك واجهة بتحسن تشتغل على اساسها؟ وهون في كتير واجهات مرتبة وجاهزة، فيك انت كمان تاخذ واجهة وتعدل فيها. تمام، يعني مثلا انت فيك تاخذ الاسسمنت، وينه ضيعتها لك، فيك تاخذ هالواجهة وتجي بعدها تمسح شغلات ما بدك اياها. مثلا لوميتر كلر مثلا انت ما بدك اياها، فيك تسكره كلوز بانل. نفس المبدأ، اذا سكرته وين بتلاقيه بالويندو، نفس مبدأ برامج أدوبي قبل، بالإضافات، بالشغلات. أي شيء أنا بسكره وين بلاقيه بالويندو هون، فأي شيء أنا سكرته بالغلط ففيني لاقيه هون. تمام، فأنا فيني أسكر شغلات، فيني أشيل حتى شغلات وأضيف شغلات. أنا مثلا الإفكت كنترول بدي إياها تكون هون، ففيني أشيلها وزتها هون. تمام، موضوع تفضيلي بحت، ما حدا بيحكي لك انت ليش هون حطيت وليش هيك ساويت، ولا انت مالك معلم اذا حطيت الافكت كنترول على اليمين او على اليسار. موضوع تفضيلي بحت. تمام، يعني نجي نعملها ريست. تمام، انا من ناحيتي مثلا بحب اشتغل على الايديتنج، الورك سبيس تبعت الايديتنج ليش اريح لي شوي، بحب التايم لاين يكون طويل، بريح كتير لانه. تمام. طيب شو في هالواجهه هون حالنا، خلينا نضيف فيديو عشان تبين معنا القصة أكثر. بدنا فيديو يكون مرتب. طيب
هل كيف منضيف نحن فيديو مثلا او نضيف شيء فينا من هون امبورت ميديا تو ستارت، شايفين نحن بروجكت، هذا البروجكت تبعتنا، وهون بنحط ملفات المشروع. هون كل شيء ملفات مشروع نحن بنحطها. فبيقول لي امبورت ميديا تو ستارت، فينا نكبس كبستين، تفتح لي هاي الواجهه اللي هون، ونروح نختار مثلا وين نحن حاطين الفيديو، ونروح نختار، خلينا نحط الفيديو نحن بملفات المشروع. ملفات المشروع مو انه بس نحن نحفظ المشروع ونعمل له سيف قصصه في ملفات المشروع، لا، هاي مثلا كورس التصميم عندنا نحن، مكان ما نضيف كل شيء، تدريبات بريمير برو، تدريب رقم واحد، شوفوا بلش هو يحط لي ملف بريمير هون وبيحفظه اول باول، تمام. فنحن بنيجي مثلا عندنا هاي الفيديو، فبنعمل له نسخ او قص او نقل او اللي بدنا اياه، بنحطه وين؟ بنحطه بملف المشروع. كل شيء بدي اياه انا بنحطه شو؟ بنحطه بملف. كل شيء بدي استعمله، صور، ميوزك، فيديو، افكتات، ايا يكن، انا وين بحطها؟ بحطها بملف المشروع. ليش؟ لانه هالشيء بيفرق معي بعدين اذا بدي اعدل على المشروع، اذا كان في ملفات ناقصه فما بحسن اعدل عليها وبضرب المشروع كامل. لازم ننتبه على الموضوع هذا. فانا حطيت الفيديو هون، فيني اسحبه سحب وزته، او اكبس كبستين، ليكو هلا لما انه نحن بالملف المشروع بطلع عندي الفيديو بقول له اوبن، عملوا امبورت ونحط هون. طيب انا هالفيديو ما طلع عندي، ما في شيء واضح عندي. ليش؟ على انه نحن الفيديو والقصص اللوجو والشغلات هون عم نضيف على المشروع نفسه، على البروجكت نفسه، بس ما عم نضيفها كمشاريع انا بدي اعدل عليها. اما بتصير قابلة للتعديل بتظهر عندي وقت بحط على التايم لاين. طيب كيف بدي احط على التايم لاين؟ عم بقول لك الدروب ميديا هير تو كرييت سيكونس. سيكونس مثل معناه مجموعة طبقات، يعني ترجمتها الحرفي والله ما بعرفها بالضبط، بس مثل مجموعة طبقات صوت وصورة على أساس أنا بتعامل مع البريمير. يعني أنا لما بضيف شغلات هون ميديا، أيا تكون، صوت، صورة، فيديو، مؤثرات، شغلات عملت، فأنا بضيفها هون التايم لاين. طيب خلينا نسحبه ونزته هون. بعد ما زدته كل شيء تغير. لاحظوا، سكر انت، شايفين ما في شيء هون خالص. مجرد ما انا امسك الفيديو او امسك اي قطعه ميديا او اي شيء زدته هون، راح يتغير كثير شغلات معي. زدته، تمام. اول شغله طلع الفيديو عندي هون، انا بشوف الفيديو، بشوف الشغلات اللي عم ضيفها، بشوف الشغلات اللي عم عدل عليها. شايفين هذا الفيديو بالنسبه لي 48 ثانية، أعطيني 48 ثانية ليكو، طوله 48، هون ببلش من الصفر، هون آخر الفيديو، طوله 48 ثانية، تمام؟ تغيرت عندي واجهة الإفكت كنترول، طالي شغلات جديدة، هون، شيء اسمه موشن، شيء اسمه أوباسيتي، وكل شيء بضيفه كإفكتات تطلع هون. ثالث شغلة وأهم شغلة، صار عندي هون المشروع نفسه، صار عندي شيء اسمه سيكونس. شو اسم السيكونس؟ اسمه بيكسل هون لانش، اسم الفيديو نفسه. يعني هون طلع اسم الفيديو، هو اخذ اسم الفيديو نفسه. هل فيني اعدل على هالموضوع؟ اي فيك تعدله. فرحنا على السيكونس، في له قائمه خاصه بنقول له سيكونس سيتنج، بيطلع عندي القصص كلها تبعيته، رح نجي عليها في دروس تانية ان شاء الله. حاليا نحن عم ناخذ أساسيات البريمير بشكل جدا 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 عام. طيب أنا هذا الفيديو صار عندي هون، شو الشيء اللي تغير هون بالنسبة لي بالسيكونس نفسه؟ صار في عندي ملف فيديو وملف الصوت تبعه. هذا ملف الصوت، نحن هون في عنا في واحد في اثنين في ثلاثة، في واحد في اثنين في ثلاثة، هون عندي أي واحد أي اثنين أي ثلاثة، ونفس المبدأ هون. ليش في تنتين؟ كمان بدروس تانية إن شاء الله راح نجي عليها. هون اللي تحت بالاي وتحت خاصين بالصوت، بالفي وفوق خاصين بالفيديو. فانا فيني هون ضيف فيديوهات، وفيني هون ضيف شو؟ ضيف ميوزك، ضيف افكت، افكت ساوند افكت، ضيف عده طبقات من الميوزك حسب انا شو بدي. يعني ما في شيء بيلزمني اني انا ضيف اي شيء انا ما بدي اياه. يعني كهي انت حر بالموضوع.
انك تضيف ميوزك بالشكل اللي بدك اياه، انك تضيف ساوند افكت بالشكل اللي بدك اياه، هذا شيء بيرجع لك انت. خلينا نلاقي شيء ميوزك بس. عم يطلع واضح كتير. طيب ناخذ هاي الميوزك ننسخها، نفس المبدأ. شو قلنا بنعمل؟ بنحطها بملف المشروع. ميوزك تكون امتدادها ام بي 3 او ويف او 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 حسب، كمان رح نجي عليها ان شاء الله بدرس الميوزك. فنحن بنسحبها من زتها هون، هيك انضافت عندي هون الفيديو، شايفين شكل شلون انضاف. هون الميوزك اعطاني بس ميوزك، هون اعطاني فيديو قدامه ميوزك، يعني صوت وصوره في عندي. هون عم بيقول لي عندك صوت بس، فانا بسحبه. اذا جيت لزته فوق ما بنزته، اذا جيت لزته تحت ففيني ازته، فيني ازته هون، فيني ازته هون، فيني ازته هون، فيني ازته هون، وين بدي انا فيني ازته. فانا زتيته هون مثلا. هلا انا لما بشغل الفيديو راح يشتغل الفيديو والصوت بنفس اللحظه. يعني لو شغل تمام، هيك أخف تطبيق أنت ممكن تعمله بالبريمير برو، إنك تجيب مقطع موسيقي وتضيف له ميوزك. بساطة فظيعة يعني، وشغل الموضوع كتير سهل، انك انت تجيب فيديو وتضيف له موسيقى على البريمير برو وتخرجه. هاي ابسط تطبيق انت ممكن تعمله على البريمير برو. طيب ما انتبهنا على شغلة هون، نحن بالبريمير برو. هات له شوف، شيء مختلف شوي. ما حدا انتبه الظاهر. طيب نحن اهم شغله كانت عندنا مثلا بالالستريتور ولا الفوتوشوب ولا شيء، هي شو؟ هي اللايرات، هي الطبقات. تمام، فهون ما اختلف معنا شيء كمان. طيب لنفهم الموضوع اكثر، بدنا مثلا فيديو تاني. خلينا ناخذ فيديو تاني. هاي فيديو تاني نسجينا على ملفات المشروع، عملنا له هون نسخ، هون شو لصق، بعد اللي سحبته وزتيته هون، سجينا وسحبناه. طلع هلا هيك، نحن رح نشغل، رح نشغل ونشوف شو رح يختلف معنا. شو الشيء اللي اختلف؟ عفوا انه انت حاط فيديو فوق الفيديو، انه هو قطع الفيديو الاصلي، مو قطع، مو قطع، غطى عليه. ليه؟ نفس مبدأ اللايرات بالضبط، بالضبط نفس مبدأ اللايرات. فانا هذا الفيديو اللي فوق خلص هو اللي له اولويه انه يطلع عن الفيديو اللي تحت. الفيديو اللي تحت خلص، يعني نحن هون هذا الفيديو زجينا وخفيناه، ففي فيديو تحته شغال موجود، بس الفيديو اللي فوق غطى عليه. اذا جينا فيديو ثالث كمان، خلينا نلاقي فيديو ثالث هيك من الارشيف. طيب انا شوف
فيديو ثالث، فيديو ثالث ما فيش. طيب ما حجمه كتير كبير. بفرض هيك تمام، بس جينا احنا لهون هذا رح نبلش من هون، وانتبه نحن شو عم بيصير عندنا. عندنا طبقة تنتين ثلاثة تمام، وعندي طبقة تنتين بالميوزك. جينا وشغلنا قلبي أول قلبي اللي هون شغال، شوفوا موجود. إذا خفيت الطبقة اليوم شغلناها فهي غطت على شو؟ على الطبقة اللي تحتها. هلا شو صار؟ الطبقة اللي فوق طبعا الفوق هي غطت على الأولى والثانية كمان. جينا خفيناها الثانية موجودة، جينا خفينا الثانية فالأولى موجودة. زين العفو، بس بدي اسال سؤال على مود الصوت، يا هو الا الاولويه الاول مال الفيديو الاصلي لو الثاني اللي انت ضفته؟ طلع طلع على الرقم اي 1 وهاي. اي 2 طيب اصبح مين له الافضليه؟ اي 1 طبعا. طبعا، بس هون الفيديوهات معادله التعديل. لما بنجي بنسحب فيديو مصور ليتعدل عليه ونحط بفيديوهات، فغالبا بيكون الصوت تبعه مو شغال. اذا جينا مثلا اخذنا غنيه مثلا او مقطع من شي فيلم، ضيف فيلم كامل ما في داعي ناخذ مقطع من شي غنية أسهل. طيب تجدينا وضفنا هذا المقطع أخذنا لهون. الصوت هنا بطلع بطلع هذا تمام، هذا صوت الفيديو، هذا فيديو نفسه. إذا جينا سحبنا هيك فصار غلط بالنسبة للصوت والفيديو. إحنا لما بكون عندنا أحيانا إيه، لما بكون عندنا أحيانا إحنا فيديوهات تجينا إنه في اختلاف بين حركة الشفايف مثلا عم بيحكي وبين الصوت، ما مطابقين على بعض، ففينا احنا نطبقهم على بعض من هون، نزحها شوي مثلا شيء بسيط نزحها لهي حسب نحن درجة التأخير أو درجة التقريب أو كذا. فنشد الصوت أو الفيديو بحيث إن احنا نطبقهم على بعضهم يصيروا طابقين تمام؟ شيء لقدام. فنحن هذا صوت الفيديو ليكم، هذا صوت شو؟ صوت ال وهذا عفوا الفيديو. بس بالصوت الاثنين راح يطلعوا وليس واحد. ليش؟ لانه الموجات صوتيه بالنهايه. فانا اذا جيت وسحبت هاد لهون شغلت فاثنين راح يشتغلوا، بس هذا اعلى بكثير فحاول نخفف. طيب بس واضحة؟ تمام. طب الصوت بيطلع بكل الطبقات تقريبا، بس طبقات عن طبقات نحن بقى بنفرق بالموضوع بيناتهم. يعني أحيانا أنت بتكون عم تشوف فيديو لطبيعة شيء معين، نجي عليه بدرس إن شاء الله الساوند إفكت، بتلاقي إنه مثلا في صوت عصافير طالع. هل معقول إنه هو مصور لقى صوت العصافير وهو عم يصور وسبحان الله كانت الصدفة كتير حلوة؟ لا طبعا. فهذا الصوت هذا التك هيك زات العصافير هالثانيتين هي بنجيبها نحن ونضيفها. صوت المشي هو عم يمشي مثلا، عم يمشي بتلاقي عم بحط بيطلع صوت الخطوات تبعيته. هل معقول هو جايب مايك كتير قوي والبيئة كتير هادية كانت بحيث انه يلقط هو صوت الخطوات تبع الشخص؟ لا طبعا،
بتجيب صوت الخطوات ومنطبقها على الفيديو بحيث انه تطلع كأنها هي من اصل الفيديو. ليش؟ لانه غالبا المشاهد ما بيحس انه الموضوع مضاف اضافة، صحيح. بحسب هذا الطبيعي. لكن احنا بنغشه، ممكن عم نحط اصوات تانية، تمام؟ فهذا بالساوند افكت كتير بفيدنا. بينما بالميوزك قليل نحن اللي نضيف. اما تنضيف مثلا ميوزك يكون في شخص عم يحكي، ندور انا على فيديو يكون في شخص عم يحكي، ونضيف هيك ميوزك خفيفة ورا. عرفت شلون؟ نضيف ميوزك خفيفة ورا. مثل المحاضر، مثل او مثلا فيديوهات اليوتيوب نحن وقت بنشوفها بتلاقوا ان هو عم يحكي مثلا فيديوهات وثائقيه، فيديوهات اي نيكون، هو عم يحكي فيه موسيقى كتير خفيفه هيك. هاي شو؟ لا تكسر الصمت، او لما بيسكت او لما بهي بتكسر هيك شويه، بتخلي الانسان متصل مع الفيديو اللي هو عم يشوفه، تمام؟ فالسيكونس راح يكون له دروس طبعا لحاله، بس بهمنا كتير انه رح نفهم المبدأ تبعه. هل انا ملزم بثلاث فيديوهات بس؟ لا، فينا نضيف اد تراك. هل اضيفي 100؟ هل اضيفي مليون؟ طبعا كما اضفتي اكتر كما صار اتقلع الجهاز، بس انت عندك الحرية انك تضيفي قد ما بدك سيكونس، عفوا قد ما بدك طبقات او تراكات بيسمون. وحتى نفس الشيء بالصوت، فانا فيني اضيف قد ما بدي أصوات، تمام؟ نرجع لهم درس السيكونس. عم ناخذ نحن بشكل عام أستاذ. أيوة، إحنا بهذا البرنامج نقدر نغير فقط بالأصوات وهاي الأشياء، ولا حتى بالكواليتي مع الفيديو يعني والترتيب مثل الفوتوشوب؟ الكواليتي ما هي، لا ما كتير الكواليتي، ممكن يعني تحسن شيء بسيط، بس مو هي الكواليتي، بتعتمد على التصوير واللقطات اللي إحنا بناخدها. مثلا هذا الفيديو 4K، تمام؟ فمن الأساس أنا بجيبه 4K أو بصوره 4K، ليش لجيبه بدقة ضعيفة بس هي؟ أما إن يجيني أنا مثلا مشتغل وثائق معين وجاني لقطات قديمة، خصوصا إذا كان الوثائق قديم، فجاني لقطات قديمة، فأنا مضطر إنه ألاقي حل للموضوع ببعض المواضيع ممكن ناخدها إذا خلصنا بكير، يعني كتركات كأساس. يعني مثلا بالفوتوشوب من واحد يرتب بالصورة، يعدل بيها كذا أشياء ما نريدها تكون موجودة بالفيديو، هم نقدر نسوي نفس الشيء بهذا البرنامج لو فقط أصوات؟ لا، فيك طبعا. شوفي البريمير بيشتغل عليه مسلسلات وأفلام، حرفيا أفلام انت عم تشوفيها بالسينما بيشتغلوا على البريمير بالمونتاج، فمو برنامج أبدا هين بضخام فوتوشوب وأضخم حتى. حلو، تمام، فما تفكري إنه هو شغلته بس تعديل الأصوات، تعديل يعني فينا نقص فيه، فينا نعدل فيه، فينا نخفي فيه، فينا نضيف افكتات كتير له، فينا نضيف تكست، فينا نضيف تكست. نحن مثلا هون كترجمة او كحد عم يغني، نحن مثلا فينا نضيف التكست تطلع بشكل معين وتختفي بشكل معين، فينا نضيف كتير شغل، فينا نضيف مثلا مود قديم مثل هذا مثلا، فينا اخذنا وضفنا هيك هون مثل صناع المحتوى اللي موجودين على السوشيال ميديا، هم هيجي يسمون بالفيديوهات عندهم، الحكي اللي يحكوه يكتبوه كتابة جوا الفيديو، والأغنية اللي بظهر الفيديو هم موجودة، هي كلها بهذا البرنامج يصير، صح؟ بتعملي بهذا البرنامج بالضبط. مثلا هذا المود القديم، طبعا هاي التعليق من فوق من ناحية الجهاز بالبريمير والأفتر إفكت بدون مواصفات كتير مرتبة. هذا التعليق اللي هون تركينه، بس ما له علاقة باللقطة. إذا جينا وخرجنا هلأ الفيديو نحن ما بتطلع، بس هلأ على العرض الجهاز بكون ما بيتحمل يعالج هالشغلات كلها بنفس الوقت، فممكن يطلع معنا شغلات هون مثلا. خلينا نعمل هيك، ما بيضل عم يطلع. طيب تمام، هذا كشغلة كتير بتشوفوها على السوشيال ميديا، بتلاقوا الفيديو هيك قديم أسود أبيض، وهذا كنا احنا نعمله أسود أبيض، يعني ما هي مشكلة فينا نغير فيه. فتشوفوا الفيديو قديم تلاقوا أسود وأبيض، عم بيطلع هيك مثلا ما نغني، عم بيطلع تكست مثلا
هيك بيطلع تكست هون وبطلع شو عم يحكي ومدته دقيقة وهي، فأنا بجيب مثلا لقطات صور فيديوهات بحطوها بيطبقوها هن شو ما بدهم على حسب الموسيقى اللي عم تطلع، وبعدها بيضيفوا تكستات طبقات تكست بيعملوا لها افكتات بحيث تطلع وتدخل، بيضيفوا طبقة مثلا مثل هذا الفيديو القديم بحيث إذا كان مثلا فيديو حزين كذا هي، أو فيديو قديم مثلا أم كلثوم ولا عبد الحليم حافظ او الذي منه، فبيعطي تاثير انه الفيديو قديم مصور بقديم، وهذا الشيء على فكره هذول هذا ك ك كطبقه موجوده على اليوتيوب، ما في داعي حتى تكون مشتركه بشغلات تحمليها، موجود كتير هيك شغلات على اليوتيوب. فالموضوع يعني احنا اذا خلال درسين ثلاثه لازم انتم تكونوا مجهزين انه انتم تعملوا هيك فيديوهات، هيك شغلات كتير بسيطه. فنحن البريمير بيطلع منه شغلات أكبر من هيك بكتير، تمام؟ بس نفهم المبدأ تبعه، أنا كتير بيهمني المبدأ تبعه إنه نحن نفهم كيف المبدأ تبعه. فزجينا مثلا شوفوا هذا الفيديو كمان نفس الشيء، ليش طلع هيك؟ هذا الحجم الصغير لأنه الفيديو طقته والـ HD والـ السيكونس عندي دقته 4K فبيطلع بشكل صغير. يعني أحد الشغلات اللي نحن ممكن نضيفها. شوفي كمان مثلا هذا الفيديو، فين نقصه؟ طبعا أنا بدي بس هاللقطات من هون هون مثلا، فأنا بص من هون بص من هون، بعد بكب هالجزء بكب هالجزء، والميوزك تبعته ما بدي اياها. لكن عم يتحرك معي هون، بلش من الصفر وبيعطيني طول الفيديو على السيكونس كامل، بس عم يتحرك هون، طبعا عم يتحرك على هاللقطة هو عليها. لما خلص شوفوا، لما خلص هون بالضبط هون خلص، بلش هذا الفيديو لأنه ما في أي شيء فوقه. جينا وسحبنا هذا شوي لهون، جينا شغلنا، شايفين؟ حتى النقلة طلعت يعني ما أشبه شيء حلو بين هون وهون، هيك بالصدفة نقلة بين هالفيديو وهالفيديو. إحنا كمان في أساسيات للانتقالات رح ناخدها إن شاء الله بس نوصل للدرس. هذا البريمير بشكل عام جدا 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 عام. الإفكت كنترول عندي هون، وفي عندي شغلات ثابتة، الفيديو باسيتي دو تنتين ثابتات على طول، تمام؟ أول شيء شيء اسمه موشن بالفيديو، طبعا نحن بنطلع شيء اسمه فيديو هون، إذا جينا فصار اسمه أوديو واختلف الموضوع، تمام؟ اختلف معي الموضوع بهي، صار فاليوم والشانل، بينما انا بكون واقف على الفيديو بتغير معي ايمت، كل ما كبست على شغله بتغير معي، وما فيني احدد التنتين واخذهم بالافكت كنترول سوا، لازم اتعامل مع كل وحده لحالها. فانا مجرد ما اوقف عليها بطلع لي الافكت كنترول تبعتها، متحكم بالتاثيرات، صار فيني شو اعمل؟ عدل فيها. اول شغله عندي البوزيشن، ثاني شيء عندي سكيل، هدول أكتر شيء رح نستعملهم أكتر شيء. بوزيشن شو شغلتها؟ قال مكان الفيديو على حجم الفيديو. كيف يعني؟ يعني أنا عندي هذا المربع هون أو المستطيل عفوا، هذا اللي هون، هذا حجم الفيديو رح يطلع عندي بالنهاية، بس ما بالضرورة يكون الفيديو طالع كامل هون. إذا جينا وأخذنا هذا الفيديو اللي هون بعدها زحيناه لجنب، فأنا فيني طالع الفيديوهين سوا، طالع هاي البنت هون، أخذ هذا الفيديو وزحه هيك لهون، طالع البنت هي هون، فينا ناخذ هذا شوي كمان. طبيعي جدا، فما بالضرورة أنا إنه الفيديو يكون عندي معبي الشاشة كاملة. هاي كأحد استعمالات البوزيشن، طبعا في كتير الاستعمالات تانية بس أحد استعمالات البيزك تبعيتها إنه أنا فيني زح الفيديو اللي عندي على جنب شوي. يعني ما اذا زحيت الفيديو فراح يروح معي المستطيل تبع واجهه العمل. نحن وقت كنا نشتغل الفوتوشوب نعمل مقاس مثلا 1080 ب 1080، لو جينا طلعنا جزء من الصوره برات ال 1080 فما بيأثر الموضوع،
ليش؟ لأنه عندي مساحة 1080 ب 1080 هي اللي رح تطلع بالنهاية للمشروع. نفس المبدأ هون، نحن عملنا سيكونس مقاسه 4K، هذا اللي هون مقاسه 4K، تمام ما في أي مشكلة. طيب هل فيني أنا أحط فيديو أطلعه شوي جزء من هون ولو كان هو 4K؟ أي طبعا. ما عملنا هلا، فنحن سحبنا هذا الفيديو لهون، خلينا الفيديو الثاني وين؟ هون. الاثنين عم بيعرضوا في نفس اللحظة، نفس مبدأ الفوتوشوب. أنا عندي ليرين، واحد رايح على اليمين واحد رايح على اليسار، الاثنين بيطلع بنفس اللحظة، نفس مبدأ الستريتور، نفس مبدأ أون كل لياتهم. فأنا عندي هون تركات فوق بعضها، أو فينا نسميهم لاير، ليرات فوق بعضها. تمام؟ فأنا عندي البوزيشن، واحدة خاصة المحور العرضي اللي هيك، واحدة خاصة بالمحور الطولي. فأنا جيت عملت كمان هيك، يعني فيني أنزل الفيديو هذا لهون. خلي هذا شوي هيك، نرفع الكبير لفوق، خلينا ناخده اليمين شوي. صار فينا شو نعمل كمان؟ نحط الفيديو هذا هون ونظفره. معلش بس دقيقة عشان أشوف. ناخد هاد نضبطه شوي لهون، بس جينا وشغلنا. أنا عندي ثلاثة عم يشتغلوا سوا فعليا، فيني تشغل 10 سوا، ما حدا عنده مشكلة ولا حدا بلومكم. انتو حسب الفيديو اللي في راسكم، انتو شو حابين تطلعوا، شو الشيء اللي أنا حابب أعمله، بشتغل على الأساس هاد. ما في قواعد معينة لأنت تعمل، في شوية قواعد طبعا يعني، بس قواعد جمالية نوعا ما، وليس قواعد لا لازم تلتزم فيها. فيعني هيك فيديو مثلا ما كتير بروفيشنال، ما كتير حلو، عم نشرح فيه الفكرة فقط، بس فينا نحن نعمل هيك شيء. فما بالضرورة انه لاير فوق لاير معناها انه شو، انه اللاير اللي فوق راح تغطي على اللاير اللي تحت، او التراك اللي فوق راح يغطي على التراك اللي تحت. لا، فينا نحن نحط التراكات مثل ما نحن بدنا. بعد عندي سكيل. السكيل شو شغلتها؟ السكيل شغلتها تكبير او تصغير. 100% هي الستاندر تبعت الفيديو، بصغر انا بصغر معي الفيديو، لما بزيد بكبر معي الفيديو. الفيديو نفسه اللي عم يكبر، وليس السيكونس تبعيتي، وليس حجم الفيديو اللي انا عم بدي اخرجه، لا الفيديو نفسه هو اللي عم يكبر. تمام؟ هذا الفيديو هو فالسكيل مسؤول عن شو؟ مسؤولة عن التكبير والتصغير. رح نرجع لهم هدول طبعا لأنه في إضافات جعلت عليهم، رح نشرحها، بشرح بشكل عام فقط كواجهة أنا أدوبي بريمير. تمام؟ في عندي كتير شغلتين، أول شغلتين هم اللي بستعملهم أكتر شيء، لأن شو ال عندي شغلتين بستعملهم اللي هن البوزيشن والسكيل. تمام؟ ثالث شغلة عندي هون بالنسبة لي، أو شغلة كمان عندي إياها هون بلاقيها، هي تبعت الصوت. طلع لي هون الصوت اليمين واليسار تبعت نبضات الصوت والدرجات تبعيتها بالديسيبل. رح نجي عليها لما ناخذ الصوت. إذا جينا وشغلنا رح نشوف. فهي أحد الأمور. في شغلة حلوة كمان، هذا المشروع لساته عندي، ممكن لازم يكون طيب طيب ليكن ايه شو نعرفهم حدد هون.
خلينا نضيف الصوت هون ونكبر. أحد الشغلات الحلوة إنه نحن فينا نضيف عدة أصوات لشرح لكم الموضوع أكثر بكثير من هيك. شوفوا هلا إذا جينا لهون هذا صوت بس حاليا شغلنا. تمام، عندي أربع طبقات صوت بشتغل أربع مع بعض. طيب زين شغلناهم واحدة واحدة، شو الأصوات اللي فيهم؟ نعمل ميوت الثلاثة منهم ونشغل هون. وعندي أنا صوت الدمر القبل تبع الأساس. طيب زين خفينا هاد شغلنا هاد فاضي حاليا. ليش فاضي؟ زين كبرناه لأ إني هون بدايته فاضي، بعد بدي أشتغل هون. جينا قربنا لهون شغلنا. تمام، طيب جينا خفينا هون شغلنا هون كمان نفس المبدأ هذا الصوت، بس شو بشتغل من هون صوت عود نفسه غالبا. طيب جينا خفينا هاد شغلنا هاد صوت النايت. طيب ما جينا وشغلناهم كلهم سوا، طلع هلا نحن شو اللي بده يلغي. خلينا بس نرفع هيك ونكبر. في نحن هون بدايتهم خلينا نخفي هذا ونشغلهم هنا ماشي. يعني نخفي اللي فوق أول شيء هذا. طيب شوف هلا طيب نخفيت المركز بطبق شبه حاليا. دي صوت النايت بس بحطها بداية الفيديو، دي صوت النايت بس وضحت ليش الفيديو عندي أنا هيك. شوف الطبقات كمثال. إنه ما وضحت صعبة شايفينها. شو ما في حدا خليل يمكن عجبت القصة. ما معك أستاذ. فهذا مبدأ الفيديو شوي نوعا ما نحن نفهمه. لما بنجي من قصص رح نرجع لهالمثال إن شاء الله. مثال هاي الميوزك بالضبط شلون نحن فينا مثلا نخليها تطلع مع الفيديوهات بطريقة حلوة. بنعمل فيديو مثلا لعيد لرمضان كذا، بما إنه الموسيقى إسلامية شوي نوعا ما إسلامية بهجة العيد بسموها الدف وهالحكي. فرح نعمله كمشروع إن شاء الله، بحيث إنه نتحكم بالميوزك هاي مع اللقطات إن شاء الله بدرس الفيديو بالأوديو عفوا. ف لحد الآن عندكم أي سؤال؟ إشي ما فهمتوه؟ لا أستاذ. بالتطبيق واضح واضح، بس بالتطبيق راح يبين معي، وإذا عندي سؤال راح أسألك. مو مشكلة ولا يهمك.
نفس مبدأ الهي، أنا بدي نفهم مبدأ الفيديو نفسه، نفس مبدأ الهي التركات، حتى نفس مبدأ تقريبا قريب كتير على الأفتر إفكت، كمان نفس المبدأ. أنا عندي طبقات عم أمشي على أساسها، تمام؟ فبيهمني كتير إنه نفهم موضوع الطبقات أو التركات. أنا فيني حط شيء يغطي على شيء، وفيني حط شيء مع شيء. بالميوزك غالبا بيشتغلوا كلهم مع بعض، غالبا في طرق إن إحنا نخفي ونشغل كمان، ولكن نحن التركات هون بالنسبة لنا، أنا لو ما عندي هالمبدأ هذا، لو أنا كلهم راح نحطه جنب بعض فما استفدت. أنا هون بدي أشغلهم كلهم مع بعض، تمام؟ أنا هون بدي أشغلهم كلهم مع بعض. أنا بدي هون بدي أشغل صوت الدف مع صوت هاي. فإذا جينا نحن مثلا قصينا هاي، بعد شلنا هذا الجزء، كبينا، جينا بعد بلشنا شغلنا، شوف هلا رح ينتقل على شو؟ على أساس النهاية تبعيته رح ينتقل، هيك لازم. تعال أبكر شوي، نقوم نعمل نقص الجزء اللي ضلعين كمان، إيه ما بدي يبلش طالما هون عندي، رح يبلش من هون. فأنا هذا في عندي جزء صغير زيادة بيفرق وبيبين، فبقصه. شايفين؟ دخل مع شو؟ مع التكة الجديدة هون. دخل مع شو؟ مع التكة الجديدة رح تبدأ هون، دخل هون. هاي أحد أساليب أخذ الموسيقى، أو أحد أساليب الانتقالات بالفيديو اللي بنتقله في مدرسة عالم بتعلم مبدأ إنه لازم نحن أو نهج معين اسمه الانتقالات عن طريق الميوزك، عن طريق الأوديو. فبيصير انتقالات بالصورة والفيديو عن طريق شو؟ عن طريق قلبات الموسيقى، عن طريق تركات الموسيقى. رح ناخدها بهاد وقت نطبق الفيديو إن شاء الله. تسمين قلبنا وين؟ انا بشغل كذا واحد، انتبهنا على الموضوع. انا بشغل كذا واحد، انا لو ما عندي الامكانيه اني انا اشغل كذا واحد ما كنت استفدت ابدا من هالموسيقى هي. كان بدي اروح وادمجها كلها مع بعض، وما فيني اقصص فيها. ما فيني مثلا بلش بالزمر بس اول شيء، بعد ادخل الدف مثلا مثل ما عملنا هون. لا، انا كنت مجبر اني انا شو شغلهم كلهم الاربعه مع بعض. بس أنا أحب وأحسن وأهدأ إنه أدخل بفيديو هادي شوي بالبداية، أحمس المشاهد لأنه يتفرج. يعني إحنا بنبلش هيك بفيديو هون مثلاً، تخيلنا نحن في رأسنا إنه أنا عم بلش بفيديو صوت زمر فيه الاحتفالات مثلاً بتكون رمضان، تلاقي هيك أولاد فرحانين حوالين جامع يمشوا، بلش الفيديو هادي شلون، أو واحد عم يمشي على الجامع، نلاقي في واحد عم يمشي على جامع مثلا، الدنيا هدوء. هون بتصير بقى كمان اعلي شوي الرتم تبع الفيديو، اللقطات بتصير اسرع شوي. ما بدخل مثلا من البدايه انا فورا بشيء سريع، بشيء صوت عالي، بشيء هي، لا. انا بدي حتى الموسيقى كثير بتاثر على، بتاثر كثير على الفيديو. فانا بدي احاول نفس مبدا نفس مبدا الصور، أنا بدي أحاول شد المشاهد إلي لحتى يتفرج معي، وأول 10 ثواني هي أهم شيء لتخلي يا يكمل يا يقلب. فبهم كتير إن أنا شده، لما بعطيه مثلا مثل هيك موسيقى، موسيقى حنونة مرتبطة فيه كعربية، بعطيه بداية خفيفة بالصوت، ما هي عالية، ما هي فورا هيك صوت عالي بيبلش الفيديو، لا، أعطيته كم ثانية ليتعود صوته، ليتعود انه على صوت صوت الناي نفسه، بعد بعلي الرتم شوي، بخفف الرتم بنص الفيديو، بعلي الرتم شوي، بخفف الصوت، بعلي الصوت. فالصوت عم يتحكم في المشاعر نفسها مع شو؟ مع اللقطات اللي انا بحطها. فانا بحط له هون مثلا لقطة هادية دخلت فيديو، اعطيه حماس ليعرف شو هذا الفيديو هذا نفسه، بعد بيمشي شوي شوي في الموضوع. انا لما بلش هيك هادية موسيقى مريحة نوعا ما، أعطيته لقطات تشده ليكمل الفيديو، هذا بدخل بالرتم اللي أنا عندي، تمام؟ تمام؟ تمام أستاذ، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تمام. رح ناخذ استراحة 10 دقائق وبعدين نكمل إن شاء الله.
ده كون الرأس هذا التسجيل كتير ضروري. تمام، شو أخذنا لحد الآن؟ هاتوا بس ذكرونا هيك، شوف التركيز. سيدو ظاهر نسيته. طيب خدنا نحن مشروع كيف نحن نطبقه، بس لو في صوت الموسيقى عشان ما تطلع معنا. خدنا كيف، العفو اقدر احكي يعني؟ اكيد تفضلي، هات لنا نشوف. اخذنا شلون نسوي المشروع وشلون ندخل الفيديو على البروجكت بالبدايه، وبعدين لازم يعني من نحط الفيديو على البروجكت ما راح يظهر لنا الفيديو الا اذا نسحبه على هاي التايم لاين، التايم لاين بالضبط، ونقدر نحط فيديو يعني فوق فيديو، بس يعني الفيديو اللي يكون فوق الفيديو ما راح يغطي، يعني يغطي عليه بس ممكن انه انا اظهره. تمام تمام، وحكينا على مود الصوت. تمام تمام عرفنا انه شلون نحط الصوت يعني يكون مناسب، يعني مناسب للفيديو، مثلا بالبداية يكون صوت هادي وبعدين نبدي بالصوت اللي احنا نريده. وخدنا ال شو اسمه بالإديت الافتر، مو الافتر، الافكت هذا الفوق اللي يصير بصف الفيديو، اي كنترول، هذا نتحكم به من خلال، مثلا نقدر نتحكم بالفيديو من خلاله ونقدر نتحكم بالصوت من خلاله، بس احنا بعدنا يعني ما دخلناه. واول خيار هو انه شلون يعني الفيديو يكون على جهة اليمين او اليسار او فوق او تحت، والسكيل اللي هو التقريب والتصغير. تمام، احنا اخذنا هالشغلات دول كلهم اساسيات، احنا راح نرجع لهم كلياتهم. طبعا في شيء عندنا كمان هون شيء اسمه افكت، بطلع لي افكتات الموجوده من اصل البرنامج. طبعا في افكتات خارجيه كتير كتير، فهدول الافكتات الموجوده، في شغلات اسمها اوديو افكت، اوديو ترانزيشن، فيديو افكت، فيديو ترانزيشن، ومتر بريسيت، بريسيت راح نجي عليهم ان شاء الله. فهون عندي أنا شغلات أنا فيني نضيفها مثلا للفيديو، البلور، الشانل، هي. وفين كمان شغلات مثلا بالترانزيشن أنا فيني نضيفها كمان، وليكن مثلا إذا جينا انتبهنا لهون شايفين النقلة كتير حادة، فورا أنا بينتقل. هلا في بعض الفيديوهات والبروجكتات بتكون هاي النقله هي الصح، انه ينتقل بالقص فورا من لقطه للقطه، يعني فورا يا هاللقطه يا هاللقطه، يا هيك يا هيك فورا. شايفين هاي الفريمات، ف بينتقل فورا من لقطه للقطه. او انا فيني مثلا ضيف افكت صغير لهون بحيث انه انتقل بشكل تدريجي. واضحة؟ جينا وشلنا الإفكت هاد، فورا الانتقال مباشر راح يكون، رجعنا نضيف الإفكت، شغلنا، فالانتقال شو؟ الانتقال صار أسلس شوية، متداخل في بعض الفيديوهين، متداخلين في بعضهم، واحدة بيختفي بشكل تدريجي وواحدة بيطلع بشكل تدريجي حتى يختفي الأول ويطلع الثاني بشكل كامل. تمام، كأحد الأمور نحن اليوم درسنا كله أساسيات الأساسيات فقط، ما توسعنا ولا شيء خالص. هاي أحد الأمور. فنحن عندنا هون شيء اسمه إفكت، منه منضيف افكتات للفيديوهات نفسها. تمام، طيب شوفي عنا كمان، عنا جينا لهون انه محسن طلعوا من الويندو طبعا للسهولة حاليا. نروح مثلا على جرافيكس هون مثلا، انا فيني شو، فيني اضيف
شغلات جاهزة كتكست، أو فيني أكتب تكست وعدل عليها هون. فيني أنا إذا أخذت كبس على زر التي ما بياخد، آه لا أخذ معلش يا أستاذ، فيني أسألك بس تفضل. التكست جرافيكس شمس الجرافيكس بيكون موجود مع ال 23 ولا مع الأصلي؟ لا هو بيكون موجود على كل الأحوال. أوكي تمام. أي موجود على كل الأحوال، بس أنا بالبراوزر هون مثلا إذا بدي أخذ من الأدوبي ستوك فما فيني بالنسخة المكركة. تمام. لكن هو ماي تمبلت، الشغلات اللي أنا بضيفها، الشغلات اللي بتجي أساسية والشغلات اللي أنا بضيفها بتكون موجودة أوريدي. أنا فيني أضيف مثلا، إذا جينا أخذنا هاي مثلا، هاي كشغلة شو جاهزة، بيعملها لودينج. هو شو طلعت؟ طيب خلينا بس نروح. واضحة؟ نغيركم اللون تبعها. خلينا ناخذ هيك شيء. شايفين؟ أي أحد الأمور كمان نحن نضيفها جاهزة، بس طبعا نحن ما راح نتعامل مع جاهز حاليا، راح نتعلم نعمل شغلات في إيدنا، ونرجع على التكست نحكي فيها إن شاء الله. تمام؟ خلينا نرجع للإيديتنج. تمام، شوفي عندنا كمان شغلات، إن نحن هون عن البروجكت. طيب نحن ليش كنا مأكدين على الموضوع انه هلا نحن البريمير بشكل عام فينا نحدد له مدة معينة يحفظ تلقائيا، يعمل كنترول اس يعني لحاله، بحيث انه مثلا كل 3 دقائق يعمل، كل ما بتمرق 3 دقائق مو من الفيديو، الوقت العام تبعنا، كل ما بتمرق 3 دقائق مثلا بيعمل سيف تلقائي. بس نحن اكدنا على موضوع انه يكون ملفات المشروع كلها موجودة، شو موجودة في مجلد واحد. تمام، هو هون لحاله عم نضيف، شايفين هون الاوتو سيف تبعيته بيعطيك الوقت، بيعطيك لهي حافظ عم بيحفظ نسخ. بس نحن بنركز على موضوع الفيديو، انه كل شيء انا بستعمله لقطات صور ميوزك افكتات شغلات انا عم نضيفها، فبحفظها بنفس الملف نفس المجلد لهذا الفيديو. لانه اذا سكرت الفيديو انا ومسحت واحد من هالفيديوهات هاي مثلا، ولنفرض اني انا بدي امسح هذا الفيديو، رجعنا لهون فغالبا ما راح الاقي هذا فورا. بس ذكرنا المشروع فتحنا ما راح يلاقي، راح يقول لك انا عندي في فيديو ناقص ما عم لاقي عندك الجهاز، وينه؟ يا اعطيني مكان جديد له يا استبدله. تمام، فنحن بهمنا كتير انه لما نكون نحن المشروع هذا بهمنا، فبهمنا كتير انه نحتفظ بملفاته. فالموضوع كمان بالفيديوهات بيلزمنا ما بس جهاز قوي، بيلزمنا ستوريج تكون عالية لتتحمل المشاريع اللي عندنا، ملفات التعديل تبعيتنا. انا لما بدي اعدل على الملفات مثلا، انا عملت فيديو جيت بدي اعدل عليه بعدين، فلازم تكون ملفاته كلها عندي. اذا في ملفات ناقصة ف بيضرب الفيديو فعليا تقريبا عندي، ما بس معدل عليه لانه في شغلات راحت من عندي او شغلات انا ما بتذكر وين كانت. يعني انا مثلا ليش ما بحبس انه نسحب من التنزيلات؟ مثلا انا عندي نزلت الفيديو ونزل بالتنزيلات داونلود، جيت اخذته وحطيته تمام، بعد اشتغلت وهي واجا نهار مثلا انا عندي التنزيلات صارت كتير كبيرة وجيت مسحتهم كلهم، بعد فترة شهر جيت اعدل على الفيديو بفتحه بقول لي الفيديو الفلاني مو موجود، انا ماسحهم من التنزيلات. ف يفضل انه انت تكون جامع ملفاتك اللي انت بتشتغل عليها وين؟ على المشروع تبعك، على المجلد المشروع تبعك. ليش؟ هون بتكون منظم الشغل تبعك، ملفاتك كلها موجوده، كل شيء شغلات انت استعملتها بالفيديو موجوده، بحيث انه ما يضرب معك اذا رحت تعدل بعدين. بتريحك كتير هالموضوع، كتير 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 مريح انه انا اخلي
كل شيء ملفات أنا أخذتها استعملتها موجودة بنفس المجلد، هيك بضمن حالي إنه أنا في الأيام إذا جيت قامت ما جيت أعدل فالملفات كلها موجودة، شو موجودة عندي. فأنا حملت فيديو بدي أستعمله بنسخه أو بنقله وين لملف المشروع تبعي، بحيث أنا ما أمسحه بالغلط بالأيام أو أيًا يكون. تمام، كثير بتعدي هالمشكلة وراح تعدي عليكم أكيد، إنه أنت تكون عم تشتغل فيديو تجي بعدين بدك تعدله ما تلاقي الملفات تبعيته. تمام، طيب إذا جينا هلأ نحن مثلا نعمل إكسبورت للفيديو هاد، تمام، بس نقص هدول نمسح. أنا عندي هذا المشروع مثلا، هاي اللقطات تبعيتي، تمام، أنا بدي أعمل له إكسبورت حاليا. كيف قال بعمل له إكسبورت؟ قال منروح لهون لفوق إكسبورت أو كنترول إم، بطلع عندي هالواجهة. هالواجهة رح نشرحها إن شاء الله، الإعدادات، الشغلات، إعدادات الفيديو، إعدادات الأوديو، الاسم تبعه، إحنا خلينا نسميه مشروع رقم واحد. تمام، وين بدي أحفظه؟ بدي أحفظه كورس التصميم تدريبات بريمير برو تدريب رقم واحد، قلت له سيف. هذا شو بقول له؟ بقول له اكسبورت. هون بلش شو؟ بلش يعمل اكسبورت للفيديو، يجمع كل شيء ويطلعهم فيديو واحد، لقطات، شغلات، كل شيء انا استعملته موجود هون بالتايم لاين راح يخرج لي. تمام، فانا حاليا شو عم اعمل؟ عم بخرج الفيديو تبعي، بستنى لي يخلص. تمام، هلا هون خلص عندي. إذا رح تعمل في المشروع لقي صار في فيديو اسمه مشروع رقم واحد، إذا جيت وفتحته تمام، خرجت فيديو طبيعي جدا مثل ما خرج صور مثل ما خرج شيء. خلص هو جمع لي كل شيء انا حاططه هون بالترتيب اللي انا عامله، كل شيء انا عامله خرج لي اياهم شو كمشروع واحد. تمام تمام استاذ، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني كمان ممكن ناخذ شغلات، طيب أساسيات، يعني هون فينا نشوف المشروع أو فينا نحرك المؤشر هون بحيث إنه ينتقل الفيديو، خلصنا في الصوت عشان ما يزعلني. ففينا نحن ننتقل من هون بالتايم لاين، رح نرجع درس التايم لاين إن شاء الله لو شيء مفصل كتير. تمام، فينا ننتقل فيه. هاي خليها وقت ناخذ الافكت كنترول نشرحها ان شاء الله، بس يعني تقريبا هاي هي كل الاساسيات تبعت البريمير برو. في عندكم اي سؤال، اي شيء حابين تعرفوه؟ لا استاذ اسلام. في شيء ببالكم على البريمير برو انتم حابين تتعلموه؟ شيء انتو حابين تتعلموه ركز عليه مثلا، شيء انتو متأملين انه تتعلموه؟ عارفين
أستاذ، هو أنا حابة بالفيديو بهذا البرنامج لأنه عاجبني إنه أسوي يعني أصنع محتوى، بس هالمرة إنه أنا أصلا already دا أدي حساب وأصنع محتوى وكذا، بس حابة إنه يكون فيديو يعني أصور نفسي وكذا، فش تنصحني بهذا البرنامج إنه أستخدمه؟ بقى أهلا، شوفي بدك تصوري نفسك. ف أي فيديو يعني. الموضوع بسيط بالنسبة لك، أنت عم تجيبي لقطات، احنا في القص بس مش على التايم لاين، في حيث أنت تقصي مثلا. هلا أنت فرضا إن احنا عم نحكي بفيديو، تمام؟ عم نحكي ونوصل لهون مثلا، أنت بدك تقصي وأنا وقفتي، بدك تشوفي شو بدك تقري كمان. أنت تنتبهي على أي محتوى عم ينصنع على اليوتيوب، تلاقي في قطعات بس قطعات حادة، يكون عم يحكي وفجأة هو عم كمل، أكيد هو مو حافظان المشهد كله، فهو شو مقصقص الفيديو، فيديو مثلا طوله ساعتين مثلا عم يحكي فيه، بالأخير طلع معه طوله شو تلت ساعة. ليش؟ لأنه في كتير شغلات خربط فيها، في كتير شغلات ما زبطت الإلقاء تبعه، ما عجبه الإلقاء تبعه، أيا يكن. بيجي لهون حط الفيديو، بلش شو بيقصقص الفيديو، بياخد هاي اللقطة ما بده إياها، هاي اللقطة ما بده إياها، فشو بيمسح مثلا هاي اللقطة وبيقرب شو بيقرب اللي بعدها. فأنا شو صار عندي؟ صار عندي جزئين. فأنا هون شو عملت؟ قصيت الشغلات اللي أنا ما بدي إياها، بالإضافة لأنك تعلم من الميوزك، تعلم شوية إضافات، شوية تلوين، طلع الفيديو أحلى، بريست جاهزة، في بريستات كتير جاهزة، الألوان حلوة. أهم شيء بتصوير نفسك إنه يكون الصوت واضح، إذا بدك تحكي صوتك كتير يكون واضح، لأنه ممكن العالم تتابع الفيديو والصوت والفيديو تبعه ما كتير دقته عالية، بس إذا الصوت مو منيح أو الموسيقى عالية أو صوتك أنت مو واضح أو فيه نويز، في شيء عم يشوش بالخلفية، ممكن العالم ما تتابعه. فأهم شيء بتصوير الشخص إنه يكون صوته منيح وألوانه نوعا ما حلوة. يعني أبسط شيء أنت ممكن تعمليه من ناحية إنه أنت مثلا بدك تصوري نفسك، شغلات بسيطة على البريمير بس تتعلميها بتمشي الحال. كإضاءة أقدر أضيف من البريمير؟ إضاءة صعب نوعا ما، لازم صعب هو نوعاً. الفيديو أصلا جاهز لازم الفيديو هو أصلا كإضاءة. إيه، لازم الفيديو هو أصلا جاهز، بس في إضاءات بتفيدك بحيث هاي، وبنفس الوقت السعر تبعه مو عالي أبدا. يعني كفلتر هاي مو كفلتر، ممكن أنت تشتري إضاءة تمام عندي تمام. تمام ايه، يعني انت بهاي اضاءه انت فيك تحسنيها، بس انه اضيف اضاءه من اول وجديد ما في اضاءه ابدا، فالموضوع صعب شوي. زين سؤال، لما مثلا من احكي مقطع معين وممكن احكيه باكثر من فيديو واني احط ايه طبعا، المقاطع ايه طبعا، بس انت بكون افضل. يفضل انه انت تثبتي مثلا، عم تصوري حالك بالموبايل، تثبتي الموبايل تمام. مثلا هلا زينا لهون، طلعنا عليها، شوفي هلا هون شو اللي عم يتحرك؟ عم يتحرك الموبايل، عم يتحرك الشخص تمام، يتحرك الموبايل. عم يتحرك والشخص عم يتحرك. فإذا جيت قصيت هون بعد أخذت هذا الفيديو وقربته، جينا لهون هلا طلعنا، رح يبين القص، شوفي شايفه؟ رح يبين في جزء مقصوص. أما لو الموبايل ثابت والشخص تقريبا ثابت، فغالبا ما راح ينتبه المشاهد انه شو، انه في قص. طلع مثلا في حلقات، مثلا مين بدي اعطيك مثال، حلقات دحيح مثلا اذا بتتابعي او شوفي، تخلي شوفي حلقه، تلاقي احيانا هو عم بيحكي بسرعه كثير وعم بيحكي، معقول هو حافظ كل هالشيء؟ لا، انتبهي ركزي بالفيديو بالضبط، بتلاقي انه في قص بس مو مبين. بين على مين؟ بين على العالم، بتعرف الفيديوهات والايديتنج كلها، بين انه في قص، إن فيه هو شو عم ينقص هون الجزء وحبلش فورا الجزء اللي بعده. بس ليش ما عم بين علي؟ لأنه هو تقريبا بنفس المحل واقف والكاميرا ثابتة، صحيح تمام. فلما تكون الكاميرا ثابتة والشخص هو تقريبا واقف في نفس المحل والفيديو عم يمشي، فغالبا ما رح يبين على الشخص إنه هذا الفيديو مقصوص، هالجزء منه أو أجزاء منه. جربوا ينقص الكلام أكثر. بنقص سوا، انا فيني اقص الفيديو والصوت بنفس الوقت، ايه هو انا اقصد اي، يعني انا فيني اشيل هدول هيك كبهم عادي جدا، انا فيني اقص الصوت والصوره بنفس الوقت، فيني اقص الصوره لحالها، فيني اقص الصوت لحاله، فيني اقصهم سوا تمام. فالموضوع بالبدايه بتلاقي حالك انه انت بالتصوير شوي، وبين تصوير وبين الايديتنج بتلاقي حالك انك ضايعه شوي،
بعد بمشي الوضع على التدريب مرة بتشوفي حالك إنه لا أنا مثلا الكاميرا لو حاططها بالمكان الفلاني ممكن تطلع أحلى اللقطات معي. فأنت لما بدك تصوري حالك تخيلي الفيديو كيف بده يطلع. تمام؟ صحيح تمام. لما العفو لما بتلاقي حالك إنه أنت تمام بالنسبة إليك هذاك الوقت بعد 3-4 فيديوهات بتلاقي حالك صرتي معلمة بالموضوع، صرتي تتخيلي أنت الفيديو كيف بده يطلع قبل ما تصوري، وأثناء التصوير اللقطات الشغلات العملات الإضافات بدك تضيفيها بصير لا إرادي الموضوع إنك تتخيل أنا بدي أطلع من هون تكست هلأ هون مثلا أو بدي أكتب تكست أنا إلي مثلا هون على القصة على كذا بدي أحط اللوجو تبعي هون. طبيعي جدا فينا إحنا نجيب لوجو ونحطه هون بنصغره بالبوزيشن، جينا هون نصغره بالبوزيشن بحيث إنه يصير صغير، بعدها بنحركه بنصغره عفوا بسكيل، بعدها بنحركه بالبوزيشن بنحطه هون بنحطه شو على كامل التايم لاين تبع الفيديو تبعي، بضل طالع هون بضيف انترو انترو بدي اضيف اوترو. تمام تمام حلو. فانا عندي شيء قديم اورجيكم اياه زي والله ما بعرف اذا عندي زي بس اشوف مجدد. شوف هذا هو مثلا شايفين الصواب اللي أكلته، هذا فيديو مصوره من سنتين كل شيء فيه ممسوح. ليش ينمسح؟ لأنه أنا مالي حافظة بنفس المشروع ملف المشروع. تمام فأنا ممكن ماسحهم أو ناقلهم أو شيء ف كل شيء رايح الباب. بس شايفين هون مثلا لقطات شغلات انا مقصص بالفيديو ماني مصور في التصوير. طيب اذا جينا نحن بس نشوف الفيديو النهائي هذا الفيديو النهائي راح يطلع هذا السيكونس تبعه شايفين هذا هو المشروع وهذا الفيديو راح يطلع بالنهاية. مرحبا معكم دكتور رامي أحمد من مركز مورت للتجميل، رح نحكيكم عن التجميل بدقيقة. اليوم رح نحكي عن تقنية البوتوكس. طبعا البوتوكس اللي هو الأكثر شهرة والأكثر ما نسأل عنه. البوتوكس هو هون الدكتور كان بده يصور فرد راك ما بده قص ليكو هذا اللي هون. نحن بلشنا بالبداية، شوفوا هون بداية بلشنا هاي البداية اللي كانت موجودة هون. مرحبا معكم دكتور رامي أحمد من مركز مورت للتجميل، رح نحكيكم عن التجميل بدقيقة. هون بلش شو بسموه الانترو، بعدها بدأ طلع اللوجو هون رجع طلع شو. اليوم رح نحكي عن تقنية البوتوكس. طبعا البوتوكس اللي هو الأكثر شهرة والأكثر ما نسأل عنه. البوتوكس هذا الفيديو كامل هون هذا الصوت طلع عضلات الجبهة وما حول العين، وبالتالي بتعطينا شد كثير مميز لهي المنطقة، ولكن ما بيقتصر استخدام البوتوكس على هي القصة هاي. بالنهاية هون عندي الأوترو. كونوا على جمال، كونوا على خير. حبيت كيف عملتها حلوة. شو هي؟ هي الإضافات الأوترو والكذا. هدول شغالين على الأفتر إفكت. فنحن شغالين على الافكت ومخرجينهم كمقطع بدون خلفيه بعدها ضايفينهم هون. تمام احكيكم عن التجميل بدقيقه مع الميوزك تبعيته. طبعا هاي الفيديو بعد جايبين الميوزك مطبقين الصوره على عليه عملنا الانترو عفوا بعد كمل الفيديو. هون ما عندي قص، عندي شيء فيديو فيه قص سجلنا ورجيناكم اياه. يا
كان في فيديو عندي يقص والله ما بتذكر. طيب هلا ما هيشتغل ما هيشتغل يعني هلا الانترو والاوترو من افتر افكتس فينا نعملهم بالبريمير، بس افتر افكت مختص بالموشن اكثر بكثير، اريح بكثير واسهل بكثير وبيعطيك نتائج احلى بكثير. يعني اذا بدي اشتغل هيك شيء على البريمير فراح ياخذ معي وقت كثير، راح ياخذ معي شغلات كثير، يعني انا بغنى عنه بوفر وقت وشغل كثير باني اشتغل افتر افكت. تمام اوكي تمام. هاي يعني انا من نجي بنعمل احنا ما عملنا هذا الانترو هذا معمول شو على افتر افكت اسهل بكثير من اني اعمله على البريمير كثير كثير حرفيا. يعني فلا انا بعمل هالكم ثانيه انا عندي الانترو هالكم ثانيه الاوترو وبجي شو بعد بضيفهم على التايم لاين اللي عندي اياه هون بالبريمير. بالبريمير اسهل اني انا اقصص الفيديوهات اعدل الميوزك هي من الافتر افكت، فكل واحد له وظيفه. هاي الاوترو اللي هون يكونوا على خير. تمام هذا الفيديو مصور هذا الفيديو مصور والكاميرا ثابته. طبعا الدكتور كان بده هو يصوره من فرد سحبه بدون قص، فعدنا الفيديو كذا مره لما يكون هو مثلا عم بخربط ما حافظون جمله او نسي جمله، لانه كمان الوقفه قدام الكاميرا ما سهله. فاذا كان واحد ما حافظه مثلا شاهد اللقطه فينا نحن نقص يرجع يعيد اللقطه نفسها او يعيد الفيديو كله من البدايه حسب هو شو بده. جربتها أنا بقيت وفاء وصورت فيديو تقريبا يوم كامل بدون توقف يعني بدون قص. لا ما هو يفضل انك تقصي. اي ما كنت حافظه النص وبقيت تقريبا الظهر والعصر كله. يفضل انه تقصي. شوفي مثلا هاد فيديو قديم كمان هو اريد اتعلم كيف القص انه ارتبها. هذا من قديم خلينا نمسح هذا. جبنا هذا الفيديو، هذا الفيديو قديم كمان كإعلاني. ومجموعة صور، مجموعة فيديوهات مع تكست مع ميوزك، أبسط أنواع الفيديوهات اللي ممكن تنعمل بالبرمير. شوفي عندنا كمان شغلات ممكن نسوصها. أظن هدول بس. أي سؤال؟ ما عندكم أي سؤال؟ كله تمام؟ كله واضح؟ يس تمام تمام تمام. بكرة راح يكون في امتحان كل شيء أخذناه بالتودي فوتوشوب الستريتور انديزاين. طيب أستاذ وبعد الامتحان راح يكون عندنا درس؟ حسب إذا خلصنا إن شاء الله راح نكمل بريمير، ما خلصنا راح ناخذ الامتحان بس. تمام. هذا بالإضافة لأنه في فحص راح يكون على مدى الأسبوع كله، هاد بحيث نعطيكم بروجكت أنتم تطبقوه فوتوشوب إلستريتور ديزاين الذي منه. تمام راح يكون مشروع نهائي للتودي وفحصكم بكرة. تمام تمام. في حال كان عندنا وقت إن شاء الله رح نكمل بريمير، ما كان في عندنا وقت فمو مشكلة. تمام. اختبار عملي الاختبار بكرة. أي نفس الاختبار اللي عملناه آخر مرة إذا بتتذكر. تمام. رح يكون هذا الاختبار بالإضافة لمشروع تطبيق عملي رح يكون على مدى الأسبوع هذا. تمام اوكي استاذ. اوكي
ماشي، يعطيكم العافية. ما في مع سؤال؟ في السلامة. أي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ يلا يعافيك. لا أستاذ، تمام، يعطيكم العافية. مع السلامة.